السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انت تلاحظ انه احنا ممكن 3 دروس ده نعمل فقط برنامج واحد، صح؟ واكو في ناس ممكن راح تقول لك اكو ناس دقيقتين 3 دقائق سويت لك هذا البرنامج مالتك، ممكن نسويها بدقيقتين 3 دقائق، ما اصلا ما نطول هالقد. الفكرة هي وين؟ انا ممكن اعمل لك هاي البرنامج، هذا الابلكيشن اعمل لك اياه في دقائق معدودة، ممكن ما يتجاوز الدقيقة، رأسا اعمل لك اياها رن. لكن احنا وعدنا انه احنا نفسخ الاندرويد وايضا الاندرويد ستوديو حتى نفهم بالضبط احنا شو اللي راح نعمله، يعني مو فقط احنا مثل العامي انه اي شيء صار راسا اعمل. وممكن انت انا حولك لمطور مبرمج وليس انه كوبي بيست نسخ ولصق، فلذلك احنا دا نطول بيها لانه احنا دا نشرح بعمق. فارجو انه تكون هاي الفكره واضحه وعدكم سعه صدر. anyway في هذا انا ممكن اجي اعرف شيء، يعني مثلا اعمل تكست فيو. التكست فيو اللي موجوده، التكست فيو اللي موجوده اصلا في اللاي اوت اكتيفيتي مين، هقول انه يساوي اللي هو هذا ايضا هيساوي لنا شو؟ هيساوي لنا التكست فيو، هاي واحد. في شيء اسمه find view by id، اي بمعنى انه القى الفيو اللي انت عندك عن طريق الid. انت تعرف كل الزين انه احنا الid اللي عملناها في التكست فيو كان يحمل اسم، صح؟ فممكن ارجع للاكتيفيتي وهذا هو الid، صح لو لا؟ فممكن اخذ التكست فيو copy واجي الصقه هنا، صح؟ لكن قبلها انا حيطلب من عندي انه اعمله وين؟ في ال r.id، يعني اكتب r. حتى يوفر لي كل الريسورس r.id. لاحظ الاي دي موجود في الكوم ايسا الابلكيشن حتى يوفر لي الريسورس. بعد ذلك اعمل الدوت. لما اعمل دوت لاحظ يظهر لي التكست فيو وراح يظهر لي الماي نيم اللي هو الاي دي، اعمل انتر في هذا الحالة تعرف عندي فارزة منقطة، عرفت التكست فيو. هاي خطوة واحدة. طبعا هذا ما يصير نستخدم هاي التكست فيو، مفروض هذا احنا عرفنا هذا كفاريبل، صح؟ متغير، سوري. اوكي، لكن هذا يبقى كابيتال اللي هو عايد للأوبجكت. فنجي هنا يبقى شيء انه اللي نعمله، طبعا نعمل شيء بسيط انه هنا فقط حنعمل for example string. هذا string java lang. اوكي، string حنكتب عليها message. اوكي، msg. هذا المسج ايش راح يحتوي؟ حيحتوي على اسمي اني، my name is محمد عيسى. جميل، هعمل enter. هنا هحتاج التكست فيو الفاريبل، طبعا كنترول زي كنترول سبيس تكست فيو، هعمل دوت، هستخدم السيت تكست. السيت تكست بها لاحظ كثير اشياء، جار اوف سيكونس هم ممكن تستخدمها. هنا هكتب منو المسج اللي اني اصلا استخدمته اللي هو هذا MSG. هذا كل ما في الموضوع. اذا انا شنو اللي عملته؟ انا مجرد التكست فيو هنا انا عملت له فايندينج في الاكتيفيتي مين، لانه انا هنا احتاج انه اجد التكست فيو. بعد ما اجد التكست فيو باي اي دي استطيع انه هنا الفيو امر له ارجيومنت اللي هو محمد عيسى، اي شيء كان التكست مالتك، واعرضها في التكست فيو. هاي كانت الفكره. فما عدنا اي ايرورز، ممتاز. نعمل سيف، او هو اتصور يعمل سيف اوتوماتيكلي، اوتو سيف. فلو نيجي هنا نعمل له ران، لما نعمل ران ننتظر شوي الجريدل بيلدينج رانينج. هيا بنا، زين الوقت زين مناسب، يلا. اوكي، سكانينج فايل تو اندكس. اوكي،
So, okay, Nexus. هيا بنا. واو. نلاحظ هنا أنا عندي الـ my name وعندي show my name. جميل جدا. لو ضغط على show my name. Wonderful. محمد عيسى. ياه عملنا أول تطبيق. صدقوني صدقوني. هسه حاليا هذا التطبيق أول ما سويه قبل روح بيعه. هسه نزله على الأب ستور. مجرد نزله على الأب ستور. يعني انتظر فد 5 دقائق 10 دقائق والملايين في أمامك. أمامك قدامك الملايين. Show my name حيعرض لك محمد عيسى. مثل ما انت شفت انه احنا عملنا ابسط تطبيق موجود في الكون وينباع بالملايين. يعني هذا روح بيع لشركة جوجل رأسا راح يشترونها ورأسا راح يعينوك. مبروك مبروك عليكم التعيين. فلنا نصل لنهاية الدرس. ان شاء الله تكون الفكرة كانت واضحة. نلتقي وياكم درس القادم. مع السلامة.